مرحب، شلونهم؟ دا اسوي لكم حلقوم او راحه الحلقوم، طريقه سهله وسريعه وزينه للناس عندها سكري او اللي تخفف وزن لانه ترستها مكسرات. خففنا من الحلى، زين عيني. يلا خلنا نبدي. كوب واحد من الجوز، وراح استعمل كوب واحد من الفستق، بس انتو تستعملون اي نوع مكسرات تقدرون، حتى تخلون كوبين ونص، مو بس كوبين، حتى تقللون من السكر اكثر. شوية احمسهم على النار حتى اطلع الرطوبة، مو هواية. راح استعمل حلقوم او لقم جاهز، هذا يعني ما بكل طعم، هو هذا حلقوم عادي يعني بدون مكسرات بدون شيء. اسهل ان تعالوا دوروا على الجيلاتين وهذا زين ومو زين. 13 اونس راح اخليه بالجدر واذوبه، راح اذوبه. هذه مستكة انا طحنتها ويا ملعقة صغيرة من السكر، هذه راح اضيفها بالاخير، ما موجودة ماكو داعي. المهم احرك اذوب. شوفكم شلون راح يذوب بيدينا، بس طلعوا حركه حتى لا يحترق، على نار متوسطة. خليت المستكة ورا ما ذابت وحرك حتى تندمج ويا الحلقوم او اللقم. ضفنا المكسرات، قلت لكم تقدرون تضيفون بعد مكسرات حتى تخففون من السكر، يعني صير ويا فنجان قهوة واحد ما يندم ياكل وحده. هنا عندي جوز هند وشوية نشا، راح ابرمها وهي حارة، شلتها على مود مسافة تصير اطول على مود ارفعها. خليت شوية بردت بيدي، خليت لها نشا هسه اسهل، وراح الفها بالنايلون واخليها تبرد بدرجة حرارة الغرفة. وبين مرة ومرة ابرم هيجي حتى تظل الدويرة، يعني الاسطوانة شكلها اسطواني، مو تصير من صفحة عدل من صفحة اسطوانة. شوفوا هيجي تبرد، تصير بدرجة حرارة الغرفة، ماكو داعي تخلوها بالثلاجة. طلعناها خلاص، يعني شلت النايلون وكل شيء، صارت بدرجة حرارة الغرفة. السكينة خليت عليها نشا، سكين يعني خليت عليها نشا على مود نقطعها بسهولة. بعدين تقدرون تخلون جوز هند نشا بعد وتحفظوها بفتشي بعشون. قللنا من السكر وسهلة وفتشي كلش حلو سهل لكم. قلت خليه اشوفكم، مو الا فستق، اي نوع مكسرات غير مملح يصير. مثل ما قلت لكم الى كوبين ونص تقدرون تخلون حتى تقللوا من السكر. وهذا الشكل النهائي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوني بالشير واللايك، احبكم هواية. اشوفكم فيديوهات جديدة، مع السلامة.